طيب يعني انت عملت ازاي بقى ودلوقتي بتستعد انك تعمل اشرف مروان؟ يعني حد في مكانك يقعد يفكر كده، الله طب انا مش ممكن يقارنوني بصالح مرسي الله يرحمه؟ دي حاجة جميلة، انا من عشاق الراجل ده. ولما دخلت الدايرة دي ان انا جالي ملف اراه عشان اشوف، عرفت قد ايه الراجل ده عبقري. لانه ام بالمصادفة برضو من الحاجات عايز احكيها في النقطة دي، عرفت قد ايه قيمة صالح مرسي لما وائل عبد الله وكريم كلموني عشان اشارك في العمل ده بشكل غير مرتب. جبت الحلقات بتاعت رأفت الهجان كلها اتفرجت عليها، ثلاث اجزاء، ثلاث اجزاء في نفس التوقيت كان وائل عبد الله بيعمل كده، ما حدش فينا قال للتاني. ده كام حلقة؟ ثلاث اجزاء. الاولاني كان 15، التاني 30، التالت حاجة 20 تقريبا. ف من غير ترتيب كلنا رحنا اتفرجنا على رأفت الهجان وما حدش فينا قال للتاني، غير لما بدأنا نقعد نتكلم عشان نشوف. هو الاستاذ صلاح مرسي الله يرحمه حظه ان هو جه في زمن كان فيه اولى وثانيه، ما كانش فيه فضائيات كتير، ما كانش فيه موبايلات، ما كانش فيه بتاع. فدماغ العيال العفاريت بتوع 2016 و2017 دول عشان تقنعهم بعمليه مخابراتيه ويقعدوا يتشدوا ليها، والعمليه دي حاصله في زمن الانترنت والموبايلات والحاجات دي لاول مره بتعمل عمل، مش في الستينات ولا الخمسينات الكلام ده. محتاج تخاطبهم كمان بلغه هم يفهموها. يعني فكره السيد محسن ممتاز والسيد مش عارف ايه، لو النهارده قلت السيد والحاجات دي، احنا كجيل ليه ثقافه معينه وتربى تربيه معينه، كانت الحاجات دي بالنسبه لنا لطيفه جدا. النهارده مش حد بيكلم حد يقول له السيد فلان، السيد عمرو، السيد وليد، مفيش كده. فكان لازم، مهم جدا الحاجات اللي كانت شغلانه، لغه الحوار بتاعه المسلسل لازم تكون لغه عشان تقدر من الواقع. طبعا انت ال 60% تقريبا من الشعب او اكثر شباب، فده مهم كمان ان انت ترمت. يعني الهدف الاساسي انك تنمي روح الانتماء عندهم، فلازم توصل لهم، لازم تنزل لهم شويه. عشان كده كان في تاتش كوميدي في الحكايه، انك انت بتستغل القبول الفظيع، ربنا يبارك له يا رب، وحبيب الكريم، الكاريزما بتاعته اللي عند الشباب انه بيحبوه، هو لايت بني ادم يعني كده. واحد منهم بالظبط. فلازم لغه الحوار اللي بيستخدمها كريم على الاقل كمان تبقى قريبه منهم عشان تكسب، لان دي مساحه مش بسيطه في الجمهور. فدي الحاجه الثانيه. الحاجه الاساسيه بقى اللي انا كنت بكلمك فيها، قد ايه عبقريه صالح مرسي. خدت الملف، استحاله يعمل ثلاث اجزاء. يعني عمل يعمل ثلاث اجزاء من الفايل ده، فبتكتشف ان 85% من الاحداث بتاعت رأفت الهجان من خيال صالح مرسي. اوكي. وان 15% بس هو هي العمليه. اخذ لا يعني خد العمليه وحط روح صالح مرسي وعبقريه صالح مرسي. وده كويس ولا طبعا وحش؟ دي ده بقول لك. طب ليه يعني مش ممكن حد يتهمه ويقول له طب يعني انت يعني شطحت؟ ما فيش حد بيشطح خالص في المنطقه دي، لانه انت كل ما بتكتب حاجه الناس بتقراها، وساعات بتصادف حاجات لطيفه جدا، ان انت تعمل وسيله خداع استراتيجيه مثلا في مراقبه او مش عارف ايه، فيقول لك لا بلاش دي عشان احنا بنعملها فعلا. فينفعش نحرقها. عشان ما تحرقهاش. فبتتبسط طول الوقت ان انت خلاص دخلت في المود وبقيت يعني من نوع معين.